تندرج في إطاره إلحاق منظومة التشغيل والتكوين المهني بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، أي أننا نتحدث عن الإدماج المهني كآلية للانسيرسيون سوسيال. دونك والتمشي هذا بطبيعة الحال كيف وكيف أي عمل إنساني قابل للتقييم وقابل لإدخال أي إصلاحات قد تبدو مفيدة في هذا المجال. التفاعل يتفاعل مع الزملاء والزميلات. كذلك ما تحدثتش على قطاع قريب لي اللي هو قطاع الأمن، وبالمناسبة نحب نتوجه إلى كافة أبناء المؤسسة الأمنية بجزيل الشكر على المجهودات التي يقدمونها ليلا نهارا وعلى مدار السنة، وهذه المجهودات التي مكنتنا من كوننا نحقق نجاحات أمنية كبيرة. النتيجة النهائية 134 نعم، محتفظ 0، ضد 67، وبذلك تكون هذه الحكومة تمت الموافقة عليها. نهني السيد رئيس الحكومة وأعضاء حكومته. حسينا فيه مصداقية. نحن ككتلة ائتلاف الكرامة كنا خذينا موقف انه مش نصوتوا ضد، لكن بعد ما تحدثنا معاه بأكثر تفاصيل بعد التزامه بانه مش يخدم لمصلحة تونس والتونسيين على قدم المساواة، المسنا فيه شيء من المصداقية. جزء من الكتلة قرر ان يطلب الاذن من بقية الزملاء في انه يصوت مع الحكومة، وصوتنا لها بعد مرورها ب 109 بالتصويت الالكتروني. ثم مجموعة من النواب قرروا كردة فعل على التخبط نتاع رئاسة الجمهورية انهم يدعموا الحكومة هذه، مجموعة قليلة من المسألة رمزية لكن